بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. في هذه الحلقة نتكلم عن رجل عظيم، سيرته تاريخ، إلى اليوم نستلهم منها العبر. إنه عمر بن الخطاب، فاروق هذه الأمة. سمي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. كان رجلا شديدا، شرسا، قويا، يهابه الناس، سيدا في قريش. يوم من الأيام كان يبحث عن المؤمنين، وكان رجلا شديدا يخافه حتى أهل الإيمان قبل إسلامه. فلقيه رجل في الطريق، قال: عما تبحث؟ قال: أبحث عن محمد. قال: لما؟ قال: أريد أن أكلمه. قال: اذهب إلى أختك. قال: من؟ قال: أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد. قال: ما خبرهما؟ قال: قد صبأ، يقصد أسلم. قال: ماذا؟ قال: نعم، أقول ما تسمع. فذهب غاضبا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه. وكان من عند الأثنين رجل من الذين أسلموا حديثا، أسلموا سريعا، وهو خباب بن الأرت، يعلمهم القرآن، من السباقين في الإسلام. كان يعلمهم القرآن، يعلم سعيد بن زيد ويعلم فاطمة بنت الخطاب كتاب الله جل وعلا. سمع الثلاثة أن عمر قادم، خباب اختبأ، خاف، سعيد جالس. أول ما دخل عمر بن الخطاب في البيت قام إليه سعيد يكلمه، فدفعه عمر، وإذا بفاطمة تقول: لما تصنع هذا يا عمر؟ فإذا بعمر يضربها على وجهها، سقطت على الأرض، سقطت فاطمة. نظر عمر إلى الصحيفة اللي فيها القرآن، ذهب ليأخذ الصحيفة، فإذا بفاطمة تسرع وتأخذ منه هذه الصحيفة. شوف شجاعة فاطمة، شجاعة آل الخطاب كلهم شجعان. أخذت من الصحيفة، قال: ويحك، ماذا تصنعين؟ قالت: هذا كلام الله وأنت نجس، لا يحق لك أن تمسه. قال: ماذا تفعلين وماذا تقولين؟ قالت: تريد أن تقرأه؟ اغتسل ثم تعال. تريد أن يخف الغضب، الإنسان إذا اغتسل خف غضبه. عمر لو لم يكن في قلبه إرادة الهداية لم اغتسل، لخرج، لضربها، لفعل ما فعل، ولكنه ذهب واغتسل، ثم رجع ومسك الصحيفة. فإذا بعمر لأول مرة في حياته يقرأ كلام الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، الرحمن على العرش استوى. عمر يقرأ وإذا به يستغرب: شنو هذا الكلام؟ من الرحمن؟ خرج مسرعا، طلع لخباب الحين. أول ما طلع خباب قال: يا عمر، أرجو أن يصدق فيك دعاء النبي. قال: وما دعاؤه؟ قال: سمعته البارحة يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بك أو بعمر بن هشام. كأن الآن لان قلب عمر. قال: أين محمد؟ قال: لما تريد؟ قال: أخبرني أين هو. وكان في بيت دار الأرقم وبالسر جالسين. ذهب خباب معه إلى دار الأرقم، وحمزة تو أسلم قبل كم يوم. حمزة جالس وبعض الصحابة مع رسول الله في الغرفة. طرق الباب عمر، ذهب حمزة شاف، قال: يا رسول الله، إنه عمر. خاف الصحابة: عمر جاينا؟ وكيف عرف مكاننا؟ فقال حمزة، حمزة بطل أيضا، قال: يا رسول الله، إن أراد خيرا أعطيناه، وإن أراد شرا كفيتك إياه بسيفي، يعني لا تخاف، أنا بروحي أتكفل فيه. قال: لا يا حمزة، اترك، أشجع من حمزة من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راح وفتح الباب، دخل عمر. تدرون ايش سوى الرسول؟ جبذه من ثيابه، تله. شوف شجاعة الرسول، تله من ثيابه. قال: يا عمر، لتنتهين عن هذا أو لينزلن الله بك قارعة، إما تسلم أو ينزل الله بك قارعة، مصيبة تنزل عليك. تعرفون ايش قال عمر؟ قال: يا رسول الله، جئت أقول
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر. أسلم عمر، الله أكبر. ارتجت مكة، الله أكبر. دخل في الإسلام عمر، الله أكبر. خسي الباطل وجاء الحق، وإذا بالنور ينتشر، وإذا بالصحابة ينطلقون يصلون عند الكعبة، وإذا بالضعيف يعز ويقوى. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب. خرج عمر كبر الصحابة، كبر النبي والصحابة وراءه. خرج عمر يريد أن يشهر في الناس، يعلن أنه دخل في الإسلام. قال: من أكثر الناس نقلا للخبر؟ فقالوا: رجل اسمه جميل ابن معمر، هو الذي ينقل الأخبار، مثل وكالة نقل الأخبار في مكة. فجاءه عمر قال له: أسمعت الخبر؟ قال: ما الخبر؟ قال: أسلمت. على طول أول ما سمع الخبر جمع أهل قريش وصباحا ركب على دابة، والناس كله يجتمعون حوله يبي يسمعون الخبر. قال: سمعتم الخبر؟ قالوا: ما الخبر يا جميل؟ قال: صبأ عمر. قال له عمر وراء عمر: قال: كذبت يا عدو الله، قل أسلم عمر. قال: أسلم عمر. فقام الناس على عمر يضربونه، تو أول الصبح، وعمر يدفعهم بروحه بروحه، يضرب هذا ويدفع هذا، إلى آخر النهار ما قدروا على عمر. ثم ذهب إلى بيت أبي جهل فطرق الباب عليه. أبو جهل ما سمع الخبر، عمر يبي ينشر الخبر في مكة كلها. طرق الباب على أبي جهل، فتح الباب أبو جهل، قال: حياك الله يا عمر، تفضل، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: سمعت بالخبر يا عدو الله؟ قال: ماذا؟ قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خسي أبو جهل وأغلق الباب ورجع وما تكلم بكلمة، ما استطاع أن يفعل شيئا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنه عمر. كل الناس لما هاجروا ترى هاجروا بالسر إلا عمر. تدرون ايش سوى؟ يبي هاجر إلى المدينة. جاء دور أبو جهل وعتبة وشيبة، كبار أهل قريش جالسين عند الكعبة. راح أول ما دخل عليهم، هم خايفين منه، قال لهم: أيها الناس، من أراد أن تثكله أمة، يعني أمة تفقده، ويتم أولاده وترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى المدينة. أتحداكم كلكم، اللي بيموت وأمة تفقده وعياله وزوجته، خليجيني وراء هذا الوادي، ترى أنا مهاجر. إنه عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ترى ما كان بعد الإسلام بهذه الشدة إلا على الأعداء، أما على المؤمنين كان رحيما. تغير عمر على أهل الإيمان، كان هو الرجل الرحيم، كان في الليل قائم، كان يقوم الليل، حتى إذا بقي جزء يسير من الليل قوم زوجته وأولاده، قعدهم للصلاة، وإذا به يقرأ القرآن قبل أن يوقظ الناس بالصلاة ويقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إنه عمر بن الخطاب بعد أن تولى خلافة الخلافة وصار أميرا للمؤمنين، تدرون ايش كان يسوي؟ كان في الليل يبحث عن الناس اللي ما عندهم مأوى، الناس الفقراء اللي ما شبعوا من عشاء. يوم من الأيام وهو في الليل يتفقد أحوال المسلمين، كان عنده خادم اسمه أسلم، شاف من بعيد امرأة عجوز وعندها عيال يبكون في الصحراء، وحط شابة نار وعندها قدر، قال حق أسلم: تعال تعال، شنو هذه؟ شنو قصتها؟ راح شافه عمر سلم عليها، هي ما تعرف عمر. قال لها: يا أمة الله، ما الذي أجلسك في هذا الليل مع الأطفال يبكون والقدر؟ شنو قصتك؟ قالت: أطفالي جياع وما عندي شيء أن أطعمهم به، مقادرين أمون من الجوع، وعللهم بالقدر، أسوي نفسي قاعد أطبخ لهم، ما عندها شيء. ثم قالت: لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب. راح أخاصم عمر يوم القيامة. قال: وما شأن عمر بك؟ وما أدرى عمر عنك؟ عمر ايش دراه؟ قالت: أليس أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: كيف يكون أميرا للمؤمنين ولا يدري عني؟ لازم يدري عني، عمر مسؤول عن الأمة كلها. خاف عمر، قال لمولاه أسلم: تعال. ذهب إلى بيت المال وأخذ كيس من طحين، قال: شيله حطه على ظهري. قال: أنا أشيل عنك، أنا أحمله عنك. قال: لا. قال: أنا أحمله عنك. قال: تحمل عني وزري يوم القيامة؟ تضمن لي تشيل ذنوبي يوم القيامة؟ سكت أسلم. قال: أحمله على ظهري. حمله على ظهره، أسرع إلى العجوز في الليل وأخذ يصنع معها العجين، يحط الماء ويصنع العجين مع المرأة، حتى إذا طبخ الطعام خلص الأكل راح جلس من بعيد
ونظر إليهم، والأم قاعدة توكل الأولاد، الأم توكل الأولاد ما تدري من الذي جاءها بالطعام. ثم قال له أسلم يا أمير المؤمنين، خلاص نرجع البيت. قال لا، حتى أراهم يشبعون وينامون كما رأيتهم يجوعون، لازم أشوفهم يشبعون. يقول أسلم نظرت إلى عمر وإذا عيناه تذرفان، إنه عمر المبشر بالجنة، إنه عمر بن الخطاب قبل موته طعن وهو يصلي، حمل إلى بيته. شوف حسن الخاتمة. قال لابنه ضع خدي على الأرض، وضع خده على الأرض. يقولون دمعت عينا عمر وهو يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي. الذين يؤتون ما آتوا، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إنه تاريخ كامل وحكاية عظيمة، قصة عمر بن الخطاب، فيها العبر وأي عبر. شخصيتنا القادمة أيضا خليفة الراشد، لقب بذي النورين. ليش لقب بذي النورين؟ يروى أنه كان يقوم الليل بالقرآن كله. اشترى الجنة، اشترى الجنة بماله 3 مرات. من هذا الرجل؟ وما حكايته العجيبة؟ وما قصته؟ وكيف انتهت حياته؟ موعدنا وإياكم مع هذه الشخصية في الحلقة القادمة من شخصيات وعبر. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.